مدام أسئلة النظافة الشخصية لزميلي للأسف سيئة جدا، لما بقف جنبه ببقى عاوز أقوم أرجع أعمل إيه؟ في عندك أكتر من حاجة ممكن إنك تاخدها، لو ده راجل زميلك ممكن إنك تتكلم معاه بينك وبينه، أو لو أنت بنت ممكن حبيبتي بص أنا معلش أنا آسف، وتكون دي الطريقة، أنا معلش أنا عارفة إن ده موضوع كذا كذا، ولكن أنا بس عاوز ألفت انتباهك، يكون بطريقة مهذبة جدا. في ناس مثلا بتبقى داخلة عارفة إن هو عنده أكونت على الفيسبوك وعامل الأكونت الصراحة ده، فتكتب له بس تكون طريقة مهذبة وتراعي الأدب، اللي هو أسلوب الساندوتش، اللي هو إيه ده أنت متميز جدا وشاطر جدا، ولكن خلي عشان تزيد تميزك بس عاوز ألفت نظرك لحضرتك لنقطة معينة بس بسيط، وبعدين عشان حضرتك شاطر جدا واحتمال تترقى فتبقى التيم، فالناس دايما هتشوفك حاجة قوية، تتاخد بالطريقة دي على صراحة من غير ما حد يعرف. في ناس بتاخد طريقة تانية، ان في ميل يتبعت من الاتش ار للجميع على موضوع النظافة الشخصية والاهتمام بيه والهيجين والكلام ده. في ناس مثلا بتجيب بيرفيوم او بتجيب اللي هو ديوترنت اللي هو مزيل العرق كهدية بطريقة شيك كده، فالموضوع بهذه الطريقة بيمشي بهذا الشكل، ولكن اوعى تدخل فيه وتقول له انت ريحتك معفنة والكلام ده وايه القرف ده وامشي، بلاش نجرح الناس ما نعرفش وراها ايه، وربنا يكتب الخير للناس كلها.